أنا النهاردة عضو لجنة تحكيم الحقيقة ولمجموعة الأفلام المصرية. طبعا الجمعية دي احنا كلنا بنحبها لأن احنا اتربينا على جمعية الفيلم، وكان زمان عندنا نادي السينما، وكنا لسه واحنا بادئين حياتنا في السينما كانت جمعية الفيلم دي بالنسبة لنا هي المنفذ الوحيد انك ممكن تشوف سينما عالمية في الوقت ده، يعني ما كانش زي دلوقتي. يعني فلينا ولاء ليها خاص، السينمائيين كلهم ليهم ولاء خاص بجمعية الفيلم. انا سعيده انه يعني اكون من ضمن الناس اللي بتقيم الافلام، وانا شفت مجموعه كبيره من الافلام والحقيقه في محاولات كويسه قوي، ويا رب المهرجان يكون عند حسن ظن الناس ان احنا ندي الناس اللي فعلا بيستحقوا الجوائز. طبعا هي معايير فنيه بتبقى اكتر منها، يعني انه كل المعايير الفنيه اللي هو اجود حاجه في الفيلم، يعني تمثيل، اخراج، مونتاج، كل ده يعني مهم قوي. انه بناخد اهم فيلم السنه دي حصل فيه مستوى اعلى مستوى في كل قسم لوحده.